انتي بصي اتخنتي قوي. ايه يا ابني انت سكران ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انا المدرب بتاعها، انا المدرب بتاعها. في ايه ده؟ مدرب ايه يا عزيز؟ اختي زي اختي. حط ايدك عليها ليه؟ زي اختي. في ايه؟ زي اختي. في ايه؟ ضرغور بقى. بس على فكره انتي مالتي قوي يا ابني. ولا خد يا اقف يا وسط. ممكن خلاص بقى يا عمر؟ خلاص ايه وزفت ايه دلوقتي؟ يحط ايده عليكي بتاع ايه؟ عارف يا عمر اكتر حاجه بحبها في احساسك ايه؟ انك بتاخدني في حضنك بعد اي لحظه حلوه بينا، مش زي بقيه الرجاله يتقلبوا كده ويدوا ظهرهم لمراتاتهم. انت بقى اكتر حاجه بتحبها فيا ايه؟ عمر 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 اهدي يا عبيطة اهدي. في ايه؟ في ايه؟ انت بتصدقي كده؟ انا بقى بحب فيك كل حاجة، بموت في كل حاجة فيك، عشان انت احن ماما واحلى ماما ربنا خلقها. بموت فيك يا زلومة. بس ما بحبش كلمة عندي ظروف دي. سلمى سلمى استعبطي حركات. انا دي يا بنت عيب. سلمى نمت بجد؟ زي القمر وانت نايمة بتبقي شبه الملايكة. حلاوتك وانت بتطبخ ومسيطر كده. يا حلاوتك يا ابيض يا ابيض يا عرسي. ايه القمر ده؟ وحشتيني. ده اعتبر ان دي وانا كمان. تصدق انت فايق ورايق. انا بقى عمر ناويني اللي من هناك. النبي وال هناك فين بالظبط؟ قومي افتحي الباب. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا جدو؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا ابيض؟ ازيك يا عرس يا كبير انت؟ ازيك يا عم اللماضه؟ ازيك يا سلمى؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اه دي حته من العيال كبرت مش كده؟ جاموسه راحت تقابل جاموسه. اه جاموسه راحت تقابل جاموسه. عيني ما لقتهاش جاموسه يا ليلي لا تبقرا يا عيني. اه ولا لا 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 لا. ايه القرف ده؟ وايه الكلام السخيف اللي انت بتقوله لمراتك ده؟ جاموسه ايه وبقره ايه؟ وايه اللبس اللي انت ملبسه لهم ده؟ انا داخل انام جاتك القرف. شفت؟ يا سلوم يا حبيبتي مالك بقيتي كشريه ليه؟ بنضحك معاكي. يا بنت يا بنت يا بنت. وبعدين اللي انت لابسه على طول ده؟ نفسي اشوف شعرك يا حبيبتي. في ايه يعني؟ ده انا زي جوزك يعني. يا اخي انا مش فاهمه، انت ليه ما طلعتش زي ابوك؟ رزين وعاقل كده. برنس برنس. بتضحك علينا؟ بتضحك علينا؟ ايه؟ لقيتها مريحة الصراحة. وبالمناسبة طلعت يا محلى جرعة شمس الشموس. يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموس. تشخط فيا مش لاعب. خدني معايا. انا مخنوق من الست اللي بره دي. حاسس ان انا متجوز خالتي نبويه. عمر حبيبه قلبي جايلك. اعمل ايه بس؟ اعرف عليها واحده؟ ما هي دي سكه اللي زيك اللي ما عندهمش شخصيه وبيستسهلوا فيهربوا من مشاكلهم مع واحده ست تانية تلبس معاهم في حيطه اكبر. الستات برضو يا عمر بيحبوا حاجات ممكن تكون بالنسبه لك انت صغيره.
لكن بالنسبة لهم تبقى مصيبة لو ما عملتهاش. يعني مثلا لو نسيت عيد جوازكم هتشوف يوم أسود من قرن الخروب. الستات يا حبيبي بيحسبوها بالورقة والقلم، بالساعة والثانية. الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفة قوي قدام أي كلمة حلوة تتقلها من أي حد، حتى لو كان بواب عمرتك. عم حامد طب أعمل إيه بس؟ احتويها، افتكر مواعيد المناسبات اللي بينك وبينها، وفي المناسبات دي دلعها، خرجها، جيب لها ورد، شموع، هدايا. يا أخي خدني قدوة، مثل أعلى تحتذي بيه، اتعلم الرومانسية من أبوك يا أخي. ألو؟ أيوة نهلة، عايزة إيه؟ بقالك ساعة نازلة، تن 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 تن، إيه؟ مش عايزة أتكلم مع الوقت كلمتين؟ نعم، عايزة إيه؟ آه؟ فالنتاين؟ فالنتاين ده إيه يا روح النونة؟